الشخص المراهق يا أخواننا نتعامل معاه بطريقة مختلفة شوية. يعني أغلب الوعي اللي قاعد يقولوه الناس إنه الشخص المراهق مفترض إحنا نوعيه بمخاطر التعاطي أو بمخاطر المخدرات، دي الحاجات اللي ناس بتفتكر إنه دي التوعية الصحيحة، في حين إنه التوعية الصحيحة ما قاعد تكون بالشكل ده. التوعية الصحيحة بإنك توعي المراهق بنوع الكلام اللي هو حيلقاه من الشارع، بمعنى أغلب الشباب بيدخلوا في المخدرات في سن المراهقة بفهم أنت لو ما اتعاطيت أنت ما راجل. دي المفاهيم المحتاجة تتصحح، ما فقط أنه المخدرات خطيرة، أنت داير توعيه للشيء اللي حيلاقيه في الشارع ونوع الكلام والمفردات اللي هو حيسمعها من الناس، وتعمل معاه سيناريو عديل أنه إحنا حنرد على الناس دي كيف، حنرد على الشارع كيف، حنرد على الشخص اللي بيجي بيقول لك أنت زول جبان لأنك ما اتعاطيت، أو أنت جبان لو ما شربت السيجارة دي، حنتعامل معاها كيف. وتصحيح المفاهيم يا أخواننا، إحنا عندنا مفاهيم كثيرة غلط، مثلا مفهوم الرجولة ده ذاته عندنا غلط، ففي حاجات لازم توعوا فيها التينيجر زيل أو المراهقين من عمر صغير، على أساس إنه هو لما يواجهوا كلام في الشارع يكون عارف إنه ده نوع الكلام اللي ممكن يكون فيه استفزاز له وهو كلام ما حقيقي وما صحيح، لازم يعرف كيف يرد عليها وكيف يتعامل معها عشان يقدر يحمي نفسه من أي مخاطر أو حاجات ممكن تقوده، لأنه في سن المراهقة عقله ما شغال، وإنت كأم كأب إنت العقل، فإنت ما ممكن تفك التينيجر حقك في الشارع يتعامل بهرموناته وبالإيموشنز حقته بعواطفه، لأنه بالتأكيد هتكون قراراته كلها قرارات غير صحيحة، يبقى إنت اللي هتكون صوت العقل، وإنت اللي هتكون الشخص اللي بتيجي تعكس له الشارع بيقول له شنو، الأولاد حيقولوا له شنو في الشارع لو هو ما تعاطى. تجهزوا للسيناريو اللي حيلاقيه، تجهزوا للرد اللي هو حيرده للناس في الشارع، عشان هو ما تجيه لحظة بتاع الضعف ويكون داير يثبت حاجة ومو مفترض يثبتها أساسا. طيب يبقى الوعي ما بس إنك تقول له المخدرات خطيرة وغيره، لأنه هو في عمر ما بيفهم إنه المخدرات خطيرة، لأنه كل اللي بيتعاطوا كويسين، أغلب المخدرات دي بس الآيس طلع هسي اللي مشاكله بتظهر، اغلب المخدرات المشاكل حقتها ما بتظهر وقتي، يبقى انت ما حتقدر تقول له الحاجه اللي انت بتعمل فيها دي غلط، لانه هو حاليا شايف الناس كلها كويسه والناس كلها بتتعاطى وهي ما عندها مشكله، يبقى انت اللي حتوعيهم مش المخاطر بس الصحيه، انت حتفهم انه الحاجات دي اللي قدام بتقوده لوين، وانه المشي وراها ما بيعني انك انت زول قوي او زول شجاع او زول ما بتخاف، حتفهم الشجاعه دي معناها شنو، تصحيح المفاهيم اللي الشارع بيوريه عكس كده. يبقى احنا ما نخلي اولادنا يربيون الشارع، الشارع بيربي بالفئه العمريه، كلهم عمرهم 15 سنه، كلهم ما في زول واعي لحاجه، كلهم بيدوا بعضهم في 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 كلام بحدود المعرفه حقتهم. انت كأم كأبو تقود ابنك او بنتك، وما نفل من البنات لانه البنات برضه انتشروا يا اخوان، البنات انتشروا لانه الاولاد بيدخلون في المخدرات، والبنت ما بتتعرف ما زي الولد، لأنه البنت دائماً في حالة أصلاً ما بتقدر تعرفها إذا هي متعاطية. فعشان كده يا أخواننا نركز مع المسألة دي عشان العبور الآمن ده ذاته، عشان إحنا نعبر بسلام، وعشان إحنا نلحق أولادنا ونلحق الأجيال الجاية دي. شكراً لكم. واحدة من أكبر التحديات القام عشان منطقة اندياح للتوعية والإيجابية إلى جانب إشاعة ثقافة الوعي الجمعي والإيجابية، إنه يكون في محبة واحترام غامر، وإحنا كلنا نكون أسرة واحدة. وصراحة في كل تعليق وفي كل رسالة وفي كل لقاء من معتادي الاندياح أو من المنداحين الأوفياء، أنا بحس إنه أنا قدرت أهبش روحه بشكل أو بآخر، وقدرت أنجح في إنه أكسب لنفسي أول حاجة محبة واحترام، أتمنى إنهم يعموا علينا جميعاً. أنا مفروض إنه أرحب بكم وأحييكم. لاحقاً حأتكلم عن عنوان الملتقى باستفاضة أكثر. حابة أشكر كل الناس اللي تواصلت معاهم وطلبت منهم إنهم يدعمونا ويجوا كمتحدثين ويقدموا لنا عصارة تجربتهم وعصارة أفكارهم عشان تعم الفائدة، ما في زول فيهم رداني صراحةً. كل الأبواب طرقناها عشان نلقى الدعم والمؤازرة، كل الناس اللي وقفت معانا عبر الصعوبات
وعبر التذاكر الإكرامية. الموضوع حقيقة محتاج لجهود تضامنية وتفاعلية في المقام الأول، محتاج إنه الناس تخد يدها مع بعض عشان نقدر ننجح، لأن الظروف كلها قد تكون ضد يعني الأفكار الخلاقة والمشاريع الجديدة، وظروف كلنا عارفينها إذا كانت شخصية بالنسبة لنا أو إذا كانت عامة في كل البلاد. ربنا إن شاء الله يصلح الحال، حال البلاد والعباد. شكرا جدا للمؤسسات، طرقت أبوابها ولقيت حفاوة وتقدير وتفهم كبير جدا، واكتشفت إنه أنا بشكل أو بآخر، رضيت أم أبيت، عندي تأثير مفروض إنه أنا أوظفه بشكل جميل، بشكل فيه فائدة حتى لو كان لنفرين اثنين. كتر خيركم بنياتي، شايفاهم من هنا ولاداتي الحلوين، ناس الفيسبوك، انتوا الداعم الاول وانتوا المستهدف الرئيسي، لانه انتوا المكان اللي قاعد نقدر نروج فيه لافكارنا ومقترحاتنا. ما عايز ابدا احيي الناس باسامي، لانه انا من مكاني اللي شايفه اسامي كبيره جدا ومقامات ساميه، بس عايز اقول لهم شكرا، لانه السيمه السائده في ملتقى اندياح هي الاريحيه والحميميه بدون اي بروتوكول. فكل واحد فيكم يفترض انه انا حييته بشكل خاص ومباشر مع كل محبتي وتقديري التي يعلمها. ابوابنا مفتوحه، كل المقترحات مقبوله، القضايا العالقه، المواضيع الجديره للنقاش، العصف الذهني، كل شيء من شانه انه يشيع بيناتنا روح الايجابيه والوعي. حبابي ده منبركم مفتوح لكم، كل القطاعات، كل الفئات، كل الاشخاص. محبتي الكبيره والغامره، وان شاء الله يكون يوم خفيف ومفيد. كتر خيركم. وعلى فكره السلوك مش شرط ان هو يكون سلبي، ممكن يكون سلوك ايجابي ويكون فيه ادمان. وهنا المشكله مش في ان السلوك ايجابي، لا، المشكله ادمانه، ان انا بعمله كتير وبالتالي ممكن ياثر على حياتي. وهنعرف بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن انواع الادمان. يبقى بنتكلم في تعريف الادمان. الادمان هو ايه؟ الادمان هو حاله مرضيه من الاساس خالص بتعتمد على ماده او سلوك. ماده او سلوك، الماده دي منشطه او مهدئه، والسلوك سواء كان سلبي او غير سلبي. وبعدين تعالوا نتكلم دلوقتي على ايه معنى الادمان. بعد ما اتكلمنا على معنى الادمان، تعالوا نتكلم على انواع الادمان. احنا اتفقنا لما بنتكلم على معنى الادمان قلنا مادي او سلوكي، وبالتالي لما بنتكلم عن انواع الادمان بنتكلم عن مادي. لما بنتكلم عن معنى، عن مادي معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن يكون عندي نوع مادي اللي هو المخدرات، اللي هو المهدئات، اللي هو الكحوليات، حاجه بتعاطاها، ده كده اسمه ادمان ايه؟ مادي. طب الادمان السلوكي اللي هو ايه؟ الادمان السلوكي زي الانترنت، زي الجيمنج، زي الاباحيه، زي حاجات ممكن يكون الانسان بيعملها، زي العمل. ممكن الواحد مهتم جدا بالعمل لدرجه ان هو معظم وقته او كل وقته في العمل. طيب ممكن ياثر مع اهل بيته، ممكن ياثر في تربيه اولاده، ممكن ياثر في علاقته بربنا بسبب ان هو مهتم جدا بايه؟ بالعمل. اذا ادمانه للعمل وصل لنتيجته حاجه سلبيه. يبقى عرفنا معنى كلمه ادمان، عرفنا ايه انواع الادمان. طيب اسباب الادمان ايه؟ أسباب الإدمان إما ثقافية واجتماعية، زي إيه؟ ثقافية واجتماعية زي مثلاً دي حاجة في المجتمع ممكن إنها تتباع في أي مكان، في بعض الثقافات أو بعض الدول إن المخدرات تتباع في أي مكان ده أمر عادي. وبالتالي سهل الشباب إن هما يتعاطوها. ممكن بسبب إن الأصدقاء أصحابه بيتعاطوا المخدرات وبالتالي ده بيأثر عليه. يبقى ده أول سبب اللي هو اجتماعي وثقافي. ممكن أسباب تانية زي إيه؟ أسباب نفسية، حد مر بفترة ضعف، بفترة اكتئاب، وبالتالي ده ممكن يأثر عليه ويخليه يوصل لمرحلة الإدمان. اليوم نشارك الأستاذة داليا الياس في منتداها اندياح على العبور الآمن، وهو عن الإدمان ومشاكله وكيفية المعالجة، وطبعا ده موضوع الساعة. وبحمد الله وتوفيقه السيد رئيس مجلس الإدارة المركز للغاية العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة كان مهموم جدا بهذا الموضوع، ويمكن عمل فيه لغات كثيرة جدا. واليوم الأخوة داليا التقط هذا القفاز لتتحدث في هذا الموضوع الحي والهام، ونحن مشاركة حقيقة ورعاية لهذا الأمر، ما ليس رعاية كاملة ولكن مع بعض الأخوة. وطبعا يا جماعة الشباب
هم الحاضر وكل المستقبل لهذا البلد. يمكن السودان أكبر دولة هي بتمتلك عنصر شباب يمكن بنسبة كم 70%، ومن هذا المنطلق ومسؤوليتنا المجتمعية فشاركنا في هذا المنتدى، وإن شاء الله حيكون ده يدنا في كل المبادرات اللي بتهم شبابنا وكل أعمالنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في هذا البلد. ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يغيل عسرة هؤلاء الشباب ويجعلهم فاعلين في هذا المجتمع، لأنه زي ما قلت هم كل الحاضر والمستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن بنعود لهم كثير جدا. ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بيدهم، والسودان محتاجون حقيقة في التعمير والبناء إلى آخر إن شاء الله. ونشكر قناة البلد على هذه الاستضافة. اسم أسرار عمر إسماعيل، عضو أساسي في اندياح، للأخت والصديقة والحبيبة داليا الياس. أنا صراحة المستغيات الفاتت ما حضرتهم لظروف خاصة، فالليلة جيت يعني رغم أنه يعني بحالتي المرضية، لكن جيت ومتأكدة تماما أنه يعني الملتقى حيكون ناجح بنسبة 1000%. ليه؟ لأنه أكيد أكيد وراه زول قامة اللي هي داليا الياس، ويعني فخامة الاسم تكفي، تكفي إنها داليا. وأكيد يعني أي برنامج تديره داليا ما في شك ناجح، وبتمنى لها التوفيق ومزيد من الملتقيات، وإن شاء ربنا يقدرنا ونجيب معاها ومن نجاح لنجاح. أنا اليوم مشاركة في اندياح مع أستاذة داليا الياس، وطبعا أنا من مرتادي الاندياح يعني الفات وهذا المرة دي، والحمد لله زي ما نقول الملتقى والاندياح لك قبول ورقى رواج في كافة أطياف المجتمع، يعني شباب وكل المقامات يعني. والمرة دي طبعا الاندياح بيتكلم عن العبور الآمن، اللي هو عن انه نستعبر كيف من الكارثه اللي احنا عايشين فيها في الفتره دي، اللي هي المخدرات يعني، اللي انتشرت بصوره كده غريبه وبصوره يعني كده مقلقه جدا لكل الناس يعني، لكل الاهل في البيت، الاسر الكبير والصغير، الامهات والاباء، الناس كلهم بقوا قلقانين وخايفين الولد او كان يتاخر 5 دقائق وين بيعمل في شنو، الناس بقت تراغب في سلوكياتهم بصوره مزعجه، لانه الحاجه دي انتشرت بصوره غريبه يعني، بصوره غريبه جدا و يعني بصورة سريعة، وبقينا شايفين آثار كثير في المجتمع بالذات للآيس يعني، وهو طبعا بيأثر في السلوك بتاعنا. احنا طبعا في كقانونيين بيسهل لنا في الجريمة يعني، الجريمة بتاعت الـ بعد الإدمان طبعا يعني. هسه الليلة انت عشان تشتري الليلة بيقولوا الجرام بتاع الآيس ب 27,000، انت هتجيبه من وين؟ اكيد هتسلك سلوك آخر، السلوك الآخر بيسهل لنا في الجريمة اللي احنا شايفينها، هل هي السرقة عشان يوفر حق الآيس أو عشان يوفر حق المخدرات، بيضطر يسلك بيضطر يسرق، مجرد ما سرق كده خلاص مشى في الخط الثاني. بعد ذاك في الجرائم الثانية كثيرة بتصل لنا، جرائم الاغتصاب وزن المحارم وجرائم كثيرة مسكوت عنها في المجتمع حقيقة بسبب الإدمان وبسبب المخدرات، وإن شاء الله ربنا يعافينا ويعافي المجتمع. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين الطيبين الطاهرين، وصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا واسم محمد أحمد عبد الصادق، واسم محمد أحمد عبد الصادق. سعيد اليوم أن أكون واحد من الناس الحظي وتشرف جدا بالحضور والمشاركة في هذه الفعالية الجميلة، فعالية أقول فعالية أستاذنا الراقية الإعلامية والشاعرة داليا الياس، لكي ننداح ولكي يعني نستفيد جدا من بعض. يعني أنا لما قصدت أن أنا أكون واحد من الحضور في اليوم ده، ما قصدت ان انا بس اجي بس مجرد جيت ومشيت، لا بالعكس، انا قصدت ان انا اجي استفيد من كميه المواضيع ومن كميه المداخلات ومن كميه الحضور النوعي الان اللي انا وجدته الان داخل الملتقى ده. فشكرا للياس جمعتنا الليله كلنا كاعلاميين كنجوم مجتمع كشباب كشابات في الملتقى ده، عشان ما نقدر نستفيد من بعض والناس تاخذ تدي من بعض زي ما بنقول دائما في مثلنا السوداني. وصراحه انا الليله استفدت جدا من كميه المواضيع القيمه اللي لها علاقه بواقعنا السوداني والشباب اللي وجدناها الان في الملتقى، ونتمنى انه الملتقات زي دي يعني تكون بصورة مستمرة وتكون بصورة استمرارية، ما تكون حصرين على أي شخص أو على أي فرد. وبنتمنى إن شاء الله أن القنوات الفضائية دائما توثق الإيفنتات أو اللحظات الطيبة زي دي،
لانه انا صراحه شايف انه ملتقيات زي دي هي يمكن واحده من الملتقيات او الايفنتات اللي بتكون اضافه بالنسبه لاي زول يحضر ايا كان زول له علاقه بالاعلام او ايا كان نوع المجال، لانه كميه المواضيع الهادفه اللي بتتداول الملتقيات زي دي او الايفنتات زي دي انا شايفها انها بتكون اضافه حقيقيه للشباب او للسودانيين بصوره عامه. وانا حقيقه والله استفدت استفاده كبيره من كل شيء. انا ما اقدر اتفصل في التفاصيل الدقيقه اللي سمعناها او اللي طرحت في الملتقى ده، ولكن الاستفاده الكبيره زي ما انتم تابعتوا من خلال شاشه قناه البلد. شكرا لقناه البلد وشكرا لكل التيم العمل في القناه على التغطيه الجميله الرائعه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لداليا الياس، وده العام الثالث في اندياح بتقوم ببرنامج عظيم جدا جدا. والليله نحن صادفنا برنامج يعني لا للمخدرات. نعم، يعني المخدرات أتلفت عقول الشباب وساهمت في جرائم كثيرة وقدمت ذاتها، خلت الجوفة بين الناس وحياة كثيرة دخيلة علينا. ونحن بقول بدل الزول يعني إدمن المخدرات والآيس والحاجات دي، ما إدمن حب، يعني إدمن في حب الناس، إدمن في الصلاة على النبي، إدمن في العمل الخير، إدمن المساجد، إدمن القرآن، عشان نحن كنا نكون في بر الأمان. أنا طبعا عضوة مع داليا الياس في منتدى اندياح، استفدت منه جدا جدا لأنه اداني يعني دعم وثقة بالنفس وحاجات يعني ما كنت يعني سبحان الله ما كنت عارفاها، حاجات مفيدة جدا جدا وكلام من الواقع وبلمس يعني كل أسرة وكل بيت. ونحن كأمهات استفدنا جدا جدا من كلام داليا ونشكرها جدا جدا، ونتمنى إنه يستمر يعني للأبد، يعني البرنامج ما يقف أبدا، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع ويديكم العافية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة يعني الواحد يعني أنا من المتابعين لأخوتنا أستاذة داليا وكل البرامج حقتها، فلغاية ما جيت الليلة اللحظة دي أنا ما كنت عارف الملتقى شنو، لكن من التلميحات يعني خطيت انه هو كان عن المخدرات، الآفة بتاعت الزمن الحاصلة دي وانتشار الآيس في السودان بصورة عامة. فالموضوع يعني صراحة نحن هازينة، يعني هازينة يعني كشعب عام، وبننظر لحال الشباب في البلد والحالة الوصولية. فكنت قبل ما نخش الملتقى بنتداول أنا والشيخ أسامة سليمان في الموضوع، فمعايا اخواني وعبر الأسرة قررنا نتكفل بعلاج 5 حالات. شكرا لقناة البلد الحاضرة في كل مكان وفي كل زمان، وأنا سعيد جدا أتحدث إليكم عبر هذه المساحة البرامجية وأنتم في تغطية مستمرة لكل حراك بيتم في هذا الوطن الحبيب وخاصة في الخرطوم. من دار الشرطة نحن الليلة بتاريخ 11 فبراير مع الأخوة داليا الياس في اندياح في الكثير من الموضوعات اللي بتطرحها داليا الياس عبر مواقع التواصل في صفحتها. ونحن الليلة مجموعة من الإعلاميين والمثقفين وأهل الشان نحارب معا الإدمان ونخوت يدينا مع داليا ومع كل مهموم في رفعة هذا الوطن. أنا أفتكر الذي طرح داخل القاعة وطرح في هذا المنتدى في هذا التاريخ والزمكانية عمل كبير ورسائل تستحق التقدير والاحترام، وده دورنا ودور الشخصيات المعروفة في مجال الإعلام وفي كل مجالات الحياة. فشكرا داليا لهذه الدعوة، شكرا داليا لهذا العطاء، شكرا لقناة البلد أن جعلت هذا العمل المحصور بين 4 حيطان يصل لكل العالم عبر هذه الشاشة المشاهدة. أنا سعيد جدا أن أضع يدي كإعلامي مع كل الأيادي التي تبني هذا الوطن من أجل عبور آمن لشبابنا ولوطننا بإذن الله. شاكرين ومقدرين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إيفنت جميل، خصوصا أنه الأستاذة الصحفية الشاعرة داليا الياس استطاعت أن تحشد لفيف من فئات مختلفة من المجتمع، ذلك من دلالاته أنه داليا الياس اسم واصل صوتا وإحساس. ما شاهدته داخل هذه القاعة وهذا الإيفنت
من دلالاته البسيطة وتعبيراته إنه مجتمعنا السوداني ما زال يحتفي ويحتفل بمثل فعاليات هكذا لأنها بتبصر في مجالات مختلفة، خصوصا إنه داليا انتهجت منهج الجذب بفتح مشاريع منتجة واستثمارات مختلفة للمشاريع للمبتدئين وغيرها. فبتمنى لها التوفيق دائما وتظل يظل منتدى اندياح هو واحد من النوافذ المضيئة والمشعة في ولاية الخرطوم، وامنياتي انه هذا المنتدى ينفتح ويتوسع على ولايات السودان المختلفة. عمر محي الدين، صحفي ومذيع، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اندياح وانطلاقة اندياح الموسم الثالث، ما شاء الله تبارك الله، كل موسم بيكون احسن من اللي قبله لانه داليا بتتناول قضايا مهمة، وأنا من أصدقاء المقربين جدا وشهادتي فيها مجروحة، لكن يعني أنا بتمنى لها كل التوفيق والنجاح، وأتمنى إنه اندياح في الموسم الرابع حيكون كما هست الآن، الصالة مكتظة بالناس وما لاقين طريقة يقعدوا، حيكون المرة الجاية إن شاء الله قاعدين في الخارج. والدول بمختلف أشكالها بتخلي همها الأول مكافحة المخدرات، يعني نلقى العالم الغربي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مع ضخامتها وضخامة إمكانياتها مكافحة المخدرات فيها ما بتقوم بها الشرطة فقط، ها، ولا بتقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي فقط، الشغل بيكون فيه الجيش وفيه السي اي اي، ومرات يخشوا دولة تانية كله يجيبوا بهليكوبترات ويجيبوا تجار ويقبضون ويحاكمون. وترامب قال داري ابني حيط عديل، داري ابني حايط، ها، داري كفير، ما قادرين. يعني رغم عن تسخير إمكانياتهم كلها الأمنية والمادية واللوجستية بمختلف أشكالها، ما قادرين يوقفوا تفشي المخدرات في مجتمعاتهم. نفس الحاجة حاصلة في أوروبا، في بريطانيا، في إسبانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في العالم كله المجهود الرسمي شغال وما قادر يوقف استعمال المخدرات. السبب الطلب، المجتمعات هناك عندها طلب للموضوع ده، فإذا أنت ما قفلت الحلقة دي الناس ديل بوصلوا شغلهم ده، دي شغلتهم باختراق للأجهزة الأمنية، بحدود، بغيره، ده شغل بوصلهم، وبيلقوا اللي بيستعمل هذا المخدر بيلقوه. يبقى نحن هنا لو دايرين نحن فعلا نعمل بريك ثرو، ولا دايرين فعلا نحمي أنفسنا من الكلام ده، طبعا بالضرورة إمكانياتنا ما بتقارن بإمكانيات دولة زي أمريكا، ولا بتقارن ببريطانيا ولا إسبانيا، بالضرورة يعني مهما يكون يعني في نشاط رسمي من كل الأجهزة. حدود طولة 8000 كيلو، يعني من هنا لبكين دي تحريسها كيف؟ هترص 40 مليون ديل هنا في الشارع ده؟ فما يعني فيزيكالي مهما يكون ما حنكون زي ديك. الحلقة إنه نحن ننجح في إنه نحن كمجتمع نرفض الكلام ده، انه ما يكون في ظلم بيستعمل المخدر ده. اي انسان يعرف انه هذا المخدر بيدمره شخصيا، يقبل. لما يكون في عرض ما في طلب، انت كده هنا بتهزم المساله دي. والكلام ده زي ما قال دكتور احمد يعني قبيل، يعني شكرا جزيلا على الكلام. يا جماعه ربنا ميز الانسان بحاجه واحده بس، العقل يعني. والعقل يا جماعه ما هو فقط التمييز بين الخطر والغير خطر. لو جبت لك الليلة غزالة ربيتها في البيت سنتين ثلاثة هنا وديتها الغابة، أول ما تشوف الأسد بتجري منه، هي ما بتقدر تكون أول مرة شافته، لكن ممكن تسرح مع حمار وادي. ليه كلمها منه؟ ما هذا هي مميزة. الحجارة، وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا فلما تجلى ربه جعله دكا، أي حاجة مميزة. لكن العقل هو الاختيار، هذه المخلوقات ما عندها المسألة بتاعت الاختيار دي. ولذلك أكبر تكريم للإنسان هو العقل. الإنسان لما يفهم إنه لما يغيب عقله بيتحول لمخلوق ما مصنف، يعني ليلة لو في زول ماشي سكران في الشارع أشوفه بيضحكوا عليه، شوف الله السكران ده، شوف السكران ده، أشوفه على الأطفال، ليه حركاته ما منضبطة، شغله ما تمام، بيعمل سلوك ما تمام، الأطفال بيضحكوا عليه. ليه؟ لأنه غيب عقله. يعني سيدنا أبو بكر الصديق سألوه قال لي أنت ما شربت خمر في حياتك؟ قال والله أنا صغير شفت لي سكران بيتناول في عزرة. يعني ما معقول. فأنت لما تغيب عقلك أنت بتفقد نفسك المقدرة على الاختيار.
وتكلمنا في الكلام ده كثير. في معظم في مخدرات كثيره طبعا معانا ناس المخدرات موجودين. المخدرات انواع كثيره وتصنيفات كثيره هم ادرى، لكن يعني في انواع الخروج منه شويه مدعب وصعب شويه. انا داير اقول الوازع اللي اتكلم عنه دكتور، نحن يعني للاسف يعني هسه ما في كثير منكم ما ممكن ما في زول ذاته عرض لايس، لانه ظاهر انه في شرائح محدده هي يعني مستهدفه بالكلام ده، اللي هم الناس الذين لم يكتمل نموهم العقلي. يعني كونك تبلغ ده ما معناته انت عاقل، فان انستم منهم رشدا. فهو لما نستهدف اطفال، ونحن عندنا التعليم بقى مبكر وسنين شويه، الليله الطالب ممكن تلقاه في سنه ثانيه جامعه وهو رمضان ما صامه يعني ممكن. فلما تستهدف الليله انت طلبه في الثانوي وفي كده، لانه عقله ما مكتمل، فسهل جدا انك انت تجره. طيب هو ما بيجر ليه؟ ربنا ادانا يا جماعه اطفالنا ديل، ادانا لهم كتاب ابيض، كل مولود يولد على الفطره، بس انت اللي بتشخبط فيه، ما تقبل تشخبط شخابيط وتلخبط لخبيط. اذا انت تارك ابنائك، انا بعاني بتكلم عن الابوين، قال احمد شوقي قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه شنو؟ إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. الرزق اللي أنت جاري فيه وتجي أنصاص الليالي وقاعد، هو قاعد في تلفزيون، قاعد في نيكلوديون، قاعد في كارتون نتويرك، قاعد في سبيستون، قاعد في MBC 3، في الفيسبوك، في الواتساب، وتدي موبايل، واليوم كله قاعد فيه، وهذه الأشياء بيلقاها هو ما عنده المقدرة على التمييز. لما نقوم يعمل كده انت بعد ذاك بيكون توليت انك انت تشتغل حاجه. طيب اليوم هي فرصه طيبه مشاركه في مع اسره اندياح في مساله المخدرات ومشكله المخدرات التي تعاني منها البلاد. وكما هو معلوم بان السودان ليس دوله معزل عن العالم، فهذه المشكلة مشكلة عالمية دولية تعاني منها يعني أعظم البلدان التي تفوقنا إمكانيات وتقدم. فرأينا أنه نفعل العمل التوعوي، والغرض منه أنه إلمام كافة فئات المجتمع بمخاطر هذه الآفة وهذا الداء، ولعل هذا السلاح يكون هو السلاح الأنجع والأكثر فعالية في محاربة ظاهرة المخدرات وتعاطيها. ومعلوم لدينا جميعا بأن هذه العصابات وهذه التجارة تجارة عبر الحدود، وتجارة يعني ليس لها مكان، بتستهدف كل دول العالم. فبالتالي تكون الوقاية والحماية في سلاح التوعية لأجيالنا الصاعدة. ولا يخفى علينا أن هذه الآفة تؤثر على قوة وعجلة البناء في كل الدول، وأسرنا أن يتم الحفاظ على هذه العقول النيرة لبناء هذا الوطن الواعي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعيدين جدا نحن نكون الليلة في هذا اللقاء التشابكي لملتقى التوعية والإيجابية الخاص بالتحدث في أهم القضايا، وهي قضية المخدرات، القضية التي تلي شبابنا وأبنائنا، والتي لاغت يعني تفاعل كل مؤسسات المجتمع المدني وجهات التنفيذية في نهضة توعوية شاملة شملت كل الأماكن وكل المؤسسات. حقيقة مسؤولية مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة تشترك فيها كل الجهات للحفاظ على أبنائنا والحفاظ على شبابنا والحفاظ على هذا الجيل.